لا لا شوف يلا. يلا بقول لك على العربية ما طلبش مساعدة حد يا عم انت مش يلا استناني برا. انا بقول كفاية عليهم كده. استناني برا. حاضر. روح رايح يا حبيبي. نتعرف بالاخوة. محسوب جنابك شوقي نصر. سامي. وامره يا اساتذة. الشيكات دي. شيكات ايه؟ دي صورة منها. ارميها في الزبالة يا شاطر، وأنا أعرف أيمن السلموني إزاي بيع الشيكات بتاعتي لشوية تلاميذ. يعني حركة تدفع ولا؟ أيوه هي ولا دي، فهمت يا شاطر؟ وبعدين أنتوا واخدين عليها رفض من البنك، قدموها للنيابة، اشتكوا، والمحاكم كتير يا حبيبي. ده آخر كلام عندك؟ أيوه هو ده آخر كلام، عايزنا أغنيها لك ولا عايزين تتعلقوا زي صاحبكم؟ روحوا يا حبايبي اتشقوا في حتة تانية. يلا أبو سام. شرفت. اسمع اللي انا بقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد. سامع؟ بالحرف الواحد. اركب.